السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم. اليوم معايا في وصفة جديدة إن شاء الله. وصفة اليوم عبارة عن شرائح لحم مع البراكلي مصحوبة بالرز. الأكلة تاعنا اليوم فهي من أصل صيني بلمسة مغربية، فاللي غنحتاج في هذه الوصفة تاعتنا اليوم هو شرائح اللحم البقر، البراكلي. كما تتعرفوا انا دائما تنحط البراكلي في الماء سخن وتنشيله ونحطه في ماء بارد للاحتفاظ باللون. عندي بصله كبيره مبشوره، كذلك عندي جنجبيل فريش، جنجبيل كذلك عندي فلفل حار جاف، فلفل اسود، فلفل احمر، ثوم بودره، ادوبو، دوسوي صوص، زيت الزيتون. ودابا غادي نشرعوا في العمل تاعنا. وكيف انا قلت لكم ان غنسحبوا بالرز، فغنا نبتدي باعداد الرز الاول. نوضع الرز تاعي في الطنجرة ونوضع عليه ماء، ثم قليل من البصل بودرة، قليل من الثوم بودرة ايضا، قليل من الفلفل الأسود، زيت الزيتون، قليل من الملح على حسب الكمية، نخلط الأشياء كلها ونحط عليه النار. بعد ما يغلى او يوصل للغليان، يعني نحط النار على ميديم ونخليه يكمل الطياب تاعو. او ودابا بعد ما حطينا الرز تاعنا يطيب، غندوزو مرحله تحضير شرائح اللحم اللي غنحتاج فيها الوصفه. نصف ملعقه من الفلفل الأسود، ملعقة من الفلفل الأحمر أو بابريكا، قليل من الثوم بودرة، قليل من أدوبو، قليل من الملح، كذلك مكعب بنسمة الدجاج، قليل من الصويا صوص، فريش جنجبيل احنا حنبشرو، قليل فقط، كذلك قليل من زيت الزيتون. غير انا نسيت ما شرحت لكم، شرائح اللحم فهي مقطعة جد رقيقة على هذا الشكل،
ينو تقدروا ل ينو الطريقه باش تقطعوها على هذا الشكل، تحط تشتريوا اللحم على قطعه واحده وتحطوه في المبرد، ولما يمسك في بعضه تجبدوه، وديك الساعه يكون سهل عليكم باش تسلايسيوه يعني رقيق. والان بعد ما حضرنا اللحم تاعنا تندوزوا تنحطوا النار على المقله تاعنا، وتنوضعوا الزيت كميه كافيه لطبخ اللحم تاعنا، وتنوضع في الزيت البصل المبشور، كذلك نصف معلقة من الفلفل الحار الجاف، هو شكل البصل تاعنا. وبعد ما البصل تاعنا بدا يتحمر تبدأ شرائح اللحم، وكنحاولو يعني كما تعرفوا شرائح اللحم فهي رقيقة جدا، فما تاخذش ما تستغرقش وقت طويل الخيار او الطهي. الان غنضيف عليها البروكلي،
دابا كما تشوفوا الاقله تاعنا وجدات، يعني شرائح اللحم مع البراكين وجدات. كذلك الرايس تاعنا وجد. سو خلي دابا الا تقديمهم. والان بعد ما الاكل تاعنا وجد الاطباق على هذا الشكل، هذا هو الاكل تاعنا بعد ما وجد. تنتمنى انه يعجبكم ويلد على خاطركم، ونكون انا خفيفه على قلبكم، ونتلقى معكم في وصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم.